السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ صحيح؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وعيد مبارك سعيد. الموضوع ديال اليوم الإخوان هو كما كتشوفوا هو طريقة ديال التلوين الصحيحة ديال الزئبق الأحمر، وكيف يتم النصب على الناس بهاد الخدعة هادي. وبغينا من الإخوان يردوا البال ديالهم من هاد النصابة هادو اللي كيبداو يعني دابا ساعة كيبقاو كل مرة كيخرجوا بفكرة، وكل مرة كيخرجوا بموضوع باش كيبداو ينصبوا على الناس. المهم الله يهدي هاد الناس، الله يهدي هاد النصاب على رؤوسهم. المهم الكذوب ديالكم راه بانو، وبغينا من جميع الإخوان ترد البال من هاد العملية ديال النصب اللي كيتمو ولا كينصبو على الناس بهاد الطريقة هادي. كما كيعلم الجميع كاينة طرق عدة وكاينة الطريقة الصحيحة. كما كتلاحظوا هذا زئبق فضي، وغادي نحولوه إن شاء الله لأي لون بغينا. غنحاولو نحولوه دابا غنحاولو نحولوه لزئبق أحمر. انتم الاخوان كما كتشوفوا هو شتو هنا هو في الامبولة هذه، وغندير له واحد الخلط، وغادي نزيدو عليه هذه المادة هذه، وغنزيدو عشان حتى هذه المادة هذه باش يتم التلوين ديال هاد الطريقه الصحيحه ديال التلوين ديال الزئبق. بحكم كاينين الناس كيقول لك كدير فيه الثوم، كدير فيه حتى الزعتر، ماشي حتى الثوم. شنو العلاقه ديال الثوم مع الزئبق الاحمر؟ نورمالمون هاد العمليه خاصها تستغرق واحد ساعتين ديال المكانه باش يتم التلوين ديال هاد الزئبق بطريقه صحيحه. انتم الاخوان كيما كتلاحظوا هذا هو الزئبق الاحمر كيما كتلاحظوا الاخوان، ويقدر نلونو بعده ديال الطرق. ونديرو الفحص ديال الثوم، ونديرو الفحص ديال الحامض كيما بغيتو. وكنشكروا جميع الناس اللي كدعمنا في القناه ديال الاحجار الكريمه النادره، ديما كتكون معكم في اي جديد وفي اي حاجه اللي غادي تقرب لكم الصوره ليها. يعني اي حاجه كتعلق بالنصب او الطريقه ديال النصب كيف كينصبوا هاد الناس هادو، هذا تلوين عادي، هذا سان بودر ديال النساء، كنحاولوا ندمجوه مع الزئبق الفضي، وغيتم التلوين بطريقه عاديه. وغنحاولوا نديروا هذا الماء باش ما يتمش، يعني شوف ما غاديش يبقى يتغير اللون ديالو الاخوان كما كتلاحظوا. هذا زئبق احمر خام كما كدعيو نتوما، كتقول بانه راه هو زئبق احمر، واخا الزئبق الاحمر لا اساس له من الصحه، بركه ما تبقاو تكذبوا على عباد الله. الزئبق الوحيد اللي كاين هو الفضي لا غير. هذا هو الموضوع ديال اليوم الاخوان. كنشكروا جميع الناس اللي كدعمونا في القناه وكتشاركنا في الاشتراكات، يعني في الكومنت كتخلي لنا كومونتيرات، وكنتمنوا من الناس تفعل زر الجرس باش يوصل اي جديد. كنشكر العائله ديالنا اللي انضمت لينا جديده، كنشكر العائله ديالنا اللي دائما متابعنا، وان شاء الله نتمنوا يكون هذا العيد فالخير عليكم ان شاء الله. معكم اخوكم كمال من قناه الاحجار الكريمه النادره، والسلام عليكم.